نعود مشاهدينا لهذه الصور المباشرة للحظة وصول أنطونيو غوتيريس إلى العاصمة الأوكرانية كييف في إطار زيارته وجولته بعدما زار موسكو، وكان بطبيعة الحال قد التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم مناقشة مسألة إقامة ممرات آمنة في أوكرانيا لإجلاء المدنيين العالقين خاصة في المناطق النزاع. وهذه الزيارة اليوم هي إلى أوكرانيا لربما مناقشة الوضع الإنساني مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتقييم الوضع الإنساني كذلك هناك في إطار عمل الأمم المتحدة وما تقدمه من دعم للأوكرانيين. طبعا دخلت هذه العملية العسكرية يعني تقترب على يعني مدة شهرين منذ انطلاقها، وهذه أول زيارة يقوم بها أنطونيو غوتيريس إلى أوكرانيا. يتوقع أن يزور عدد أيضا من المناطق الأوكرانية والمدن، يعني هنالك احتمالية أن يزور ضواحي كييف وبوتشا إيربين وعدد من المدن التي كما تقول الرواية الأوكرانية حصل فيها عدد من الجرائم كما وصفتها أوكرانيا جرائم حرب. ويتوقع أيضا أن يلتقي بالرئيس الأوكراني لتقديم الدعم ونقل ربما ما جرى في لقائه أو خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث طالب في أكثر من مناسبة بضرورة وقف إطلاق النار ووقف هذه الحرب. بطبيعة الحال الأمم المتحدة كان سبق أن قالت أو أعلنت بأنها تقوم أو مكتبها الإنساني يقوم بحشد فريق من عدد من الخبراء من معظم أنحاء العالم فيما يختص بالمستوى الإنساني تحديدا لتنسيق إجلاء عدد من المدنيين من المصنع المحاصر أزوفستال، المصنع المحاصر في مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث فيما يبدو حتى الساعة هنالك عدد من المقاتلين الأوكران وعدد من المدنيين محاصرون في هذا المصنع في مدينة ماريوبول الأوكرانية، بالتنسيق أيضا كما وافق الطرف الروسي بدخول الطرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتنسيق حول مسألة إجلاء هؤلاء من المصنع المحاصر في مدينة ماريوبول الأوكرانية. مراسلنا إبراهيم الحسناوي ينضم إلينا في هذه الأثناء كي يطلعنا أكثر على تفاصيل زيارة غوتيريس التي تلي زيارته لموسكو. إبراهيم، خلال اليومين الماضيين جدول هذه الزيارة ولربما أهم ما ستحمله في طياتها. نعم، بالفعل وصل صباح اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى كييف قادما من موسكو، حيث التقى هناك المسؤولين الروس على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين. بدأ غوتيريس زيارته إلى كييف من بعض المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة وتضررت جراء العملية العسكرية الروسية والتي هي تحديدا إيربين وبوتشا في ضواحي كييف. سيعقد غوتيريس مباحثات مع المسؤولين الأوكرانيين على رأسهم الرئيس فلاديمير زيلينسكي. ستتناول مباحثات طبعا مجموعة من المقترحات على رأسها مقترح بشأن حل الأزمة الإنسانية التي تشهدها أوكرانيا، ربما السعي لوقف مؤقت لإطلاق النار من أجل السماح بإخراج المدنيين خاصة أولئك العالقين في مدينة ماريوبول المحاصرة وتحديدا في مصنع أزوفستال. هذا ما ناقشه طبعا مسؤول الأممي في موسكو مع الرئيس فلاديمير بوتين، ربما يحمل بعض المقترحات غوتيريس لمناقشتها مع المسؤولين الأوكرانيين. سيعقد لقاء مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي لتعقبه بعد ذلك مؤتمرا صحفيا سيعلن فيه المسؤول الأممي النتائج التي ربما توصل إليها سواء في مباحثاته مع المسؤولين الروس وكذلك النتائج التي قد يتوصل إليها مع المسؤولين الأوكرانيين والتي ينتظر الجميع ربما قد تؤدي إلى حلحلة الأزمة التي تعيشها مدينة ماريوبول.
صحيح إبراهيم، وخاصة يعني بعد ما أعرب لربما الطرف الروسي وعلى لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف خلال لقائه مع أنطونيو غوتيريس الأخير، الذي قال بأن روسيا فعليا ملتزمة بالحل الدبلوماسي، ولكن يعني بما أنه كان في تركيز كبير اليوم على الوضع الإنساني، على الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة بالتحديد على هذا المستوى، وهنالك ربما شكوك معينة حول إمكانية إحداث خرق في جدار هذه الأزمة على المستوى الدبلوماسي. بالفعل هذا ما تقوله الكثير من المصادر هنا في كييف، تتهم الجانب الروسي بأنه لا يقدم أي تنازلات، سواء ما تعلق منها بالاتجاه نحو وقف مؤقت لإطلاق النار أو حتى التهدئة المؤقتة من أجل حل حالة الوضع الإنساني. رفض الجانب الروسي حسب ما يقول الأوكرانيون الكثير من المبادرات السابقة من عدة دول من أجل التخفيف عن المدنيين وإجلائهم من المناطق المحاصرة. يقولون بأن الجانب الروسي يتمسك ويصر على مواقفه في كل الملفات، سواء منها ما تعلق بالمفاوضات والحلول الدبلوماسية لهذه الأزمة أو ما تعلق منها أيضا بالجانب الإنساني. رفض أيضا مبادرات ومقترحات من الجانب الأوكراني لحل تحديدا أزمة ماريوبول. عدة مرات أطلقت الحكومة الأوكرانية مبادرات وأعلنت نيتها أنها مستعدة لإرسال وفدها للتفاوض تحديدا إلى مدينة ماريوبول لأجل حل الأزمة الإنسانية، لكن الجانب الروسي كان في كل مرة يرفض هذه المبادرات، وهو ما يتوقعه الكثيرون من أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى موسكو وإلى كييف ربما لن تحدث الكثير من الفارق لحل هذه الأزمة. شكرا لك إبراهيم، سنكون طبعا في متابعة لهذه الزيارة معك ومع شبكة مراسلي سكاي نيوز عربية من أوكرانيا.